السلام عليكم سي الحسين ويوسف. السلام عليكم، رمضان كريم وعواش مبروكة لكل مشاهدي قناة شدا تي في. الله يكبر بك. إذا الحسين ويوسف رئيس قسم الدراسات وتقييم الآثار الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، غادي نمشيو معك مباشرة إلى ما يطرحه المشاهد الكريم من خلال الرسائل الكثيرة اللي تتوصلوا بها بالنسبة للدعم المالي اللي تتنهجو وزارة المالية انطلاقا من صندوق تدبير جائحة كورونا. قبل ما نمشي معك الأسئلة ديال المواطنين بسرعة، كيف هي عملية يعني توزيع الدعم المالي عبر الصندوق؟ شكرا سي حسين. على كل حال لابد اولا من تنويه بالاشواط اللي قطعها المغرب من خلال التدبير ديالو ديال جائحه كورونا، خاصه فيما يتعلق بتوسيع وتقديم الدعم المباشر للاسر المتضرره من هذه الجائحه. الباقي كنذكروا ان هذاك القرار الاستراتيجي اللي دار بانشاء ديال صندوق تضامن كوفيد بتعليمات من صاحب الجلاله حفظه الله، اللي هو ثمره واحد التضامن ديال المجتمع، شرائح ديال المجتمع المغربي، اللي كون انه كانت عندنا امكانيه تمويل هاد المبادرات او هذه التدابير. فلا بد ما نقولوا بانه العمليه الاولى اللي كانبتدات في 30 مارس اللي الناس بداوا كيسجلوا في 12 وبدا الدعم كيتوصل للفئه الاولى اللي كانت عندنا بطاقه رامض من 6 ابريل، ثم جات المرحله الثانيه ديال الناس اللي تسجلوا في ضامون كوفيد اللي بداوا حتى هما كانت اخر اجل 16 ابريل وبداوا يتوصلوا من 23 ابريل. هذا الشيء كل شيء كان في تم تدبيره في واحد اطار زمني ضيق، والحمد لله انه تم تسجيل ما يقرب 4,300,000 اسره مستفيده من خلال الفئتين، يعني الناس اللي عندهم رامض والناس اللي عندهم اللي تسجلوا في الموقع الالكتروني، واستافدوا الى حد الان تقريبا 3,900,000 ديال الاسر اللي استفدوا من هذا الدعم لحد الان، بما فيهم العالم القروي، يعني على مجمل مختلف التراب الوطني. وهنا كنقدر نحيي بكل يعني المسؤوليه الناس اللي وقفوا باش هذه المبادره تدوز وتنجح ويوصل هذا الدعم للناس اللي بهذا الحجم، لانه 3,000,000 او 4,000,000 ديال الاسر ليس بشيء الهين انه يدار. وربما نقول لكم بانه بالنسبه للمغرب هذه التجربه ديالو راه اصبحت رائده ويضرب بها المثل على المستوى العالمي، وفي التقارير الدوليه اللي كتخرج الان اللي كتابع تدبير جائحه كورونا على مستوى الدول وعلى مستوى العالم. نعم العمليه الاولى راه سالت وبدينا، ولكن راه باقا مستمره، لان بقات واحد المجموعه من الاسر مازال ما توصلوا شيء في الفتره الاولى اللي حنا كما قلنا راه 3,900,000 اسره، يعني بقى واحد 400,000 اسره لم تستفيد بعد، وراه الان هناك عمليه ان باش يوصل هذا الدعم باش حتى هي تستافد. نعم. بطبيعة الحال اليوم الخميس راه بدات العملية الثانية. نعم بدات العملية الثانية، وكان هذا هو السؤال ديالي لكل حصان كبواسي الحسين. جميل هذه المبادرة وطيبة، ولكن كاين واحد العدد كبير من خلال الشكايات اللي تنتوصلوا بها بأن كاين الناس اللي في المرحلة الأولى ولكن راه باقي ما توصلوش، وتنظن وقال لهم هذو اللي تتكلم عليهم 400,000. بطبيعة الحال احنا قلنا بأنه الناس كلهم اللي تسجلوا في خلال الفترتين واللي استوفوا الشروط وتم قبول الملف ديالهم راه كيتوصلوا بالدعم ديالهم. كما قلنا راه يلاه 3,900,000 اللي دابا الان توصلوا، بقات واحد 400,000 باش نكملوا 4,300,000 اللي مسجلين كاملين، وانهم غيبدا يعني خلال هذا الاسبوع راه كيتوصلوا حتى هما. وفي نفس الوقت بالموازاه راه بدات عمليه الدعم الثانيه في اطار التضامن، لان لجنه اليقظه في اطار التفاعل ديالها مع التطورات، لان هناك تمديد الحجر الصحي حتى ل 20 ماي، فبالتالي كان بالضروره انه يتم يعني انطلاق او الشروع في هذه العمليه ديال بنفس الطريقه بدون ان يحتاج هاد الاسر، يعني هاد ارباب الاسر بلا ما يحتاجوا عاودوا يتسجلوا او انه يصرحوا بنفسهم، لان قاعده البيانات الان متوفره. يعني ما يكفي شنو كيبقى هو انهم سيتوصلون برسائل نصيه في نفس الارقام الهاتفيه اللي سجلوا واللي صرحوا بها في البدايه، فبالتالي ما يغيروش ذاك الرقم الهاتف لانه وسيله الوصل اللي كانت دائما بين يعني بين الجهات اللي كتكلف بصرف الدعم وما بين هاد الاسر. فطريقة السحب نفسها
بمعنى انه ستتم على ايام عده يعني مقسمه وبالتالي فالانسان ما يخرجش من داره حتى يتوصل بذاك الرساله النصيه اللي غيجي فيها الرقم المرجعي. وبطبيعه الحال الرقم السري هو دائما بعض الارقام ديال البطاقه الوطنيه الاخرين يعني اللي على اليمين، والا ما كانوش كاملين بعض الارقام يضيف جوج الاصفار. هذه هي العمليه، جوج امكانيات، اما ان يقولوا له يمشي لكيشي اوتوماتيك، يعني في هذه الحاله عندك خصك دير الرقم المرجعي والكود يعني بالنسبه للرقم السري، والا يقول لك تمشي نقطه اداء، وهذه نقطه الاداء غدي معك غير الرقم المرجعي اللي جاك في الرساله النصيه والبطاقه الوطنيه. حاجه ثانيه ناكد عليها بان حتى العالم القروي سيستفيد في نفس الوقت وبنفس الطريقه، لان غتكون هناك وحدات متنقله اللي غتمشي توصل له الدعم كما هو دار في المرحله الاولى. نعم سي حسين، شي ناس يقولوا بانه يعني دار العمليه باش انه يتسجل وما تلقى جواب، يعني تقبل التسجيل ديالو من بعد ما تلقاش جواب، ما جا حتى شي ميساج، بقى تيتسنى عاود المحاوله عاود المحاوله. واش كاين شي مشكل تقني ولا شنو تيطرانا في هذه الحاله؟ حنا في حال يعني كما كنقول لك يعني بتقييم الاولي اللي حنا توصلنا بانه الجهات او يعني اللجان اللي كتشتغل على تدبير هاد العمليه فتسجلوا كما قلنا 4,300,000، وإلا ضربناها غير في بعض الاشخاص في كل اسره راه نقدروا نمشيو حتى ل 17 مليون ديال المواطنين. فهي العمليه كما قلت لك اللي تسجلوا وتقبل الملف ديالهم راه هما 4,300,000، الان توصلوا فيهم 3,900,000، بقات الباقي راه كما قلت بانه الان باقيين كيتوصلوا، يعني خلال هذا الاسبوع راه كيتوصلوا بالرسائل النصيه ديالهم باش يتم باش تتم العمليه الاولى. وفي نفس الوقت اليوم الخميس راه بدات العمليه ديال الدعم الثانيه لهاد الناس نفس الاسر اللي هو 4,300,000، حتى هما راه غيبقاو يتوصلوا بطريقه تدريجيه كما قلت قبيله، وحتى انه احنا بالنسبه اللي تقبل الملف ديالو واستوفى الشروط راه كيتوصل. نعم لا نقاش في هذا الامر، اللي تقبل الملف ديالو تيوصلوا الفلوس لا نقاش، مع ان غناكد على واحد المساله انه في المرحله الثانيه راه هناك تدقيقات كتقوم بها الاداره من خلال التصاريح اللي دارت في العمليه الاولى. نعم واضح. اذا باش يفهموا الناس، العمليه الثانيه اللي بدات اليوم هي راه تتهم هاد 4,000,000 اللي تسجلت من قبل، هما نيت اللي غادي يستافدوا في العمليه الثانيه، راه ماشي الناس الجداد هادو اللي خاصهم يجيو يتسجلوا، لا هادوك اللي مسجلين ديجا. الناس اللي تسجلوا في الرقم 12 كما قلنا في الفتره الاولى اللي كان عندهم بطاقه رامد، والناس اللي تسجلوا في تضامن كوفيد اللي هما ما كانش عندهم بطاقه رامد. وكنقول بان هذه المساله اللي كدار يعني راه ضروري باش ناكدوا عليها، بانه هناك جميع الوسائل يعني ان الدوله او اللجنه راه كتشتغل بانه تم تبسيط المساطير وتيسير الامور باش فعلا ان الدعم اللي كيتبقى هو انه حتى هناك اجراءات واحتياطات للسلامه الصحيه اللي المفروض ان المواطنين يراعيوها من خلال تدبير هذه العمليه، لان كما تنقولوا تم توظيف الوسائل التواصل الحديثه باش الانسان ما يخرجش من داره، يعني راه استعمل الهواتف الذكيه، استعملت الحواسيب، الشبابيك الاوتوماتيكيه، الوحدات المتنقله باش الانسان المواطن يبقى في داره. فهذا الجهد وهذا التدبير ما هو الا في صالح انه يتم تنزيل مقتضيات الحجر الصحي في احسن الظروف واحسن على احسن ما يكون. نعم سي الحسين، فالمواطنين راه مطالبين فعلا انهم هذه المسائل الاحتياطات الصحيه ملي يمشيو للكيشي راه ما نعاودوهاش، راه دابا كاينه التجربه الان، راه ولات الامور سهله، فبالتالي نتمنى على الله تعالى باش نعم. حتى حنا نساهموا من جهتنا في تخفيف هذا الوباء. نعم سي الحسين، اللي تيستافد باش نوضحوها للمشاهد الكريم، اللي تيستافد من هذا الدعم هذا هو الاسر ماشي الشخص، يعني ماشي اي واحد مشى يتسجل، خصو يكون الاسر هما اللي تيستافدوا. دائما كنقولوا بان رب الاسره الذي يتوفر على بطاقه رامد، لان معاه الزوجه ربما يكون معاه اطفال وليدات الى اخره، فرب الاسره هو اللي كيستافد اللي هو كيسجل نفسه. نفس الشيء ربما تكون الزوجه، لان الا كانت هي اللي كتصرف والزوج ما كاين شيء، وبالتالي الام هي اللي كتصرف على ولادها، راه هي رب اسره في حد ذاته، يقدر يكون اخ الكبير في غياب الابوين. فاحنا ملي تنقولوا رب الاسره يعني بالمصطلح فهو الذي يتكفل برعايه ديال هذه الاسره، ولا كان شخص واحد يصرف عليها، ولا كان شخص واحد ما عندوش اسره، ما مجوج، ما حتى شي حاجه، وعنده بطاقه الرامين،
فعلا هذا أسرة، لأن احنا ملي تنقولوا بأنه الفئة الأولى كتكون من فرد إلى فردين، يعني يقدر يكون شخص هو أسرة، ربما مطلق، ربما الزوجة توفات، ربما هو بوحده وساكن بوحده كان كيشتغل، وهذاك الشغل ديالو توقف بحكم جائحة كورونا والتزم البيت ديالو، فبالتالي إلا كان حلاق أو كان ربما صباغ أو كان عنده شي واحد الحرفة واحد مهنة معينة وكيمشي للأسواق وتوقف، فملي كيصرح بنفسه بانه فعلا تضرر من جائحه كورونا فهو كذلك يستفيد من هذا الدعم. نعم واضح. وهذا الشيء بالنسبه للقطاع الغير مهيكل، الناس اللي ما عندهمش الرميد توما نفس الاجراء، نفس ما يجري على الناس الرميد يجري على الناس اللي ما عندهمش الرميد. وواحد المصطلح خصني نصلحه لانه يتداول لدى المواطنين، ملي كنقولوا قطاع غير المهيكل راه هو القطاع اللي كاين فيه الناس اللي عندهم رميد واللي ما عندهمش رميد. نعم. هذا هو القطاع غير المهيكل. احنا شكون اللي تنقولوا القطاع المهيكل؟ القطاع المهيكل هما اللي كيكونوا اجراء اللي هما مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتيشتغلوا في شركات، اما اللي كيشتغل نفسه ذاته او في مهنه حرفه او مياوم او انه كيشتغل غير على باب الله، هذا هما القطاع غير المهيكل. وبالتالي فالقطاع غير المهيكل يضم الفئتين اللي عندهم بطاقه رميد واللي ما عندهمش بطاقه رميد. واضح واضح. سي الحسين نمشي معاك قبل ما نختم معاك القضيه. حسب المعلومه انه الدوله والبنوك يعني غادي يتحملوا نفقات الفوائد الاضافيه نتيجه تاجيل قروض الاستهلاك والسكن، بغيناك توضح لنا في هذه النقطه اكثر. هذه المساله هي حتى هي في اطار التدابير اللي كتاخذها لجنه اليقظه من اجل تيسير ويعني تخفيف الاضرار على الاسر على الافراد. فواحد الفرد واحد المواطن خذا واحد الكريدي ربما ديال السكن الدار ديالو، او انه خذا كريدي استهلاك شرا به ثلاجه او شرا به شي اله او استعملوا للاستهلاك، فهذا السيد نظرا لتوقفه وانه الدخل ديالو تقلص او انه توقف على العمل نهائيا، فالدوله او من خلال هذا التدبير كتعطي حق انه يطلب تاجيل ديال هذه الاقساط الشهريه، وان هذوك الفوائد الناجمه يعني كنقولوا احنا العرضيه يعني الناجمه عن هذا التاجيل ما يخلصهاش هي، لانه الابناء القطاع البنكي والدوله توافقوا بانهم يتحملوا كافه هذه المصاريف ديال هذه الفوائد اللي قلت الناجمه ليست الفوائد الاصليه. لا بالتالي غيبقى نفس القسط وبالتالي غيبقاو نفس الفوائد الاصليه باش ما يتزادش عليه تكاليف اخرى. غير تنقول الناس كاين هناك واحد الساق بالنسبه للسكن هو 3000 درهم، وبالنسبه للسلف ديال الاستهلاك القسط ديال 1500 درهم. ونوضح واحد النقطه اللي مهمه، راه اللي عنده قسط شهري ديال 3000 درهم راه يقدر يكون واحد الانسان اللي عنده واحد دخل متوسط اللي ممكن يوصل 7000 درهم، بحكم انه القرض ديال المنزل راه ما كيمشي يفوت 40% ديال الاجر الشهري، وبالتالي فهذا الامر ربما يهم حتى الطبقات المتوسطه او الاجور المتوسطه. نعم. هاد العمليه ديال يعني ديال دفع هاد النفقات نفقات الفوائد الاضافيه شنو من شاده تالي شاده من افريل ولا من مارس من شاده عندك من يعني ثلاث الاشهر ملي تنقولوا مثلا كيطلب هي الجائحه بدات من 15 مارس، يعني كنقولوا حنا عندنا شهر 4 5 حتى الجوان حتى 30 يونيو. يعني هاد ثلاث الاشهر عوض انه الانسان يخلص فيهم دوك الاقساط الشهريه، فجات هذا التدبير باش يخفوا عليه المساله يعني هذه التكلفه، قالوا لي ودي هذا التقسيط هذه الاقساط يمكن تاجلهم حتى لمورا 30 يونيو عاد تبقى تخلصهم. نعم. وبالتالي ما عندك على فوائد عليهم لا والو كزياده ولا كشي نفقات اضافيه. نعم، غير باش يفهموا المشاهدين الكرام راه ماشي الدوله غادي تخلص لهم هذاك الكريدي كله، لا راه تخلص لهم غير الفوائد اللي ترتبات على تاجيل الدفع بخصوص بالفعل هذا. نعم. هو باش ناكدوا هذه المساله، لان كما قلنا الانسان اللي توقف على العمل ديالو ما بقاش عنده ذاك الدخل في الشهر 3 و4 و5 و6 ما عنده منين يخلص ذاك القسط الشهري، فبالتالي كنقولوا هذاك القسط الشهري ممكن يتاجل حتى من بعد 30 يونيو وبدون انه ما يكون ما ترتبش عليه فوائد اضافيه. هذا هو القصد. واضح. شكرا لك السي الحسين ويوسف، شكرا جزيلا. وهذا على كل حال لكن كنقولوا هذا الشيء كله راه عنده تكلفه اقتصاديه
يعني بالنسبه للدوله وبالنسبه للبلاد ديالنا. وفي المقابل لابد انه نكونوا كمواطنين عندنا واحد منسوب ديال الوعي باش حتى حنا نحافظوا على مقتضيات الحجر الصحي والسلامه الصحيه ديال بلادنا باش نحافظوا ونحاربوا هذه الجائحه ونخرجوا منها باقف الاضرار ان شاء الله تعالى. صحيح، شكرا لك الحسين يوسف رئيس قسم الدراسات وتقييم الاثار الاقتصاديه بوزاره الاقتصاد والماليه، شكرا على كل هذه التوضيحات، ونتمنى ان الافاده تكون عامه لجميع المشاهدين.